السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام اللي بيشوفونا من خلال شاشة قناة المحور أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. طبعا احنا متواصلين مع بعض من خلال الصفحة، ولكن ده ما يمنعش ان احنا كل الأسئلة اللي حضراتكم بتسألوا عنها نجاوب على بعضها في كل حلقة ان شاء الله، علشان دايما يبقى في ردود سريعة على الأسئلة اللي بتوصل على طول. طبعا النهاردة أو كل حلقاتنا غالبا بتبقى بناء على طلب حضراتكم، بنجمع الحلقة بالوصفات اللي تطلب مننا وبنعمل بيها حلقة لطيفة يا رب تكون خفيفة على قلوب حضراتكم، عشان نعمل بيها وصفات تكون مرضية لحضراتكم وتكون بسيطة بالشكل اللي حضراتكم طلبتوه. النهاردة هنعمل وصفات بسيطة ولكن من الحاجات المحببة جدا، وإن شاء الله في الأسابيع اللي جاية هنعمل وصفات تتبيلات تبقى ثابتة معانا، تنفع في حاجات كتير قوي والأصناف كتير قوي، علشان تبقوا مرتاحين وتدي تيست حلو وتيست المحلات وتيست المطاعم اللي انتوا بتحبوه وبناكلوا بره كتير. ان شاء الله هنشتغل على الجزئيه دي الفتره اللي جايه، ولكن الاسبوع ده هيبقى بناء على طلب كل مشاهدينا اللي طلبوا وصفات خاصه، وان شاء الله من بعد الاسبوع ده هنبدا في الوصفات اللي تنفع للتتبيلات، بتبقى مشتركه ونقدر نعمل بيها حاجات كتير قوي هنتكلم عنها باستفاضه ان شاء الله في الايام اللي جايه. النهارده هنعمل اول وصفه معانا الشيش طاووق. الشيش طاووق من الحاجات المحببه، الحاجات الخفيفه والحاجات السريعه، وفي ناس بتحب تاكله كتير جدا، سواء في ساندوتشات عيش صاج بقى مع سلطات وتوميه وحاجات، او يتاكل مع رز اصفر زي اللي احنا ممكن نعمله، فبتبقى وجبه لطيفه كده. خلينا نبدا نقول بسم الله وننزل المقادير بتاعتنا ونحكي كده واحنا شغالين مع بعض. الشيش طاووق عندي كيلو من اوراق الدجاج المخليه بدون الجلد طبعا. عندي للتتبيلة كوباية من الزبادي، ومعلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة من الزنجبيل الباودر، نص معلقة صغيرة من الشطة وده اختياري، نص معلقة صغيرة من الكركم، معلقة كبيرة من البابريكا، رشة حبهان ملح وفلفل طبعا، معلقتين صلصة، ومعلقتين كبار من الخل، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. طيب بنقدم دايما شيش الطاووق، معانا دايما الاستاكس بتاعه الشيش طاووق، ومعانا كمان فلفل اصفر او فلفل احمر وفلفل اخضر وبصل مكعبات، وفي ناس تحب تحط شيري توميتو، لكن المتعارف عليه دايما احنا بنعمله بالفلفل. عموما الفلفل ده لما بتشوي او الخضار ده لما بتشوي الحقيقه بيبقى ليه تيست وطعم حلو قوي مع شيش طاووق وبيتاكل معاه. تعالوا كده نقول بسم الله ونبدا ايه في التتبيله الاول، ونبدا نشتغل كده مع بعض فيها. هي بسيطه ولطيفه جدا. عموما هو الجزء الاحمر عاده من الدجاج اللي بدون جلد بيبقى اطرى شويه من الجزء اللي فوق او الصدر بتاع الفرخه، لكن احنا دايما بنضيف الزبادي. الزبادي ده بيساعد على تطريه اللحم وبيخلي كده ايه التيست حلو. اول حاجه بس هعملها مبدئيا عشان نبقى احنا ايه في الامان، هاخد كده الستاكس بتاعتي دي، لما اكون بقى هشفي فحم او هشفي على شوايه هتقعد فتره طويله، بصوا هحطهم كده في قاع الصينيه جنبي او طبق او اي حاجه، وهنقعهم على اقل ساعه عشان ده خشب، فالخشب ده بس يبدا ياخد نسبه ميه شويه، يتشرب شويه نسبه ميه كده حلوه، فلما نيجي نعرضه هتلاقوه كمان الاستيك نفسه او العود نفسه كان رفيع، بقى يبدا ياخد شكل كده ايه كانه انتفخ شويه، يبقى مش معرض قوي للايه لانه يتحرق بسرعه ويتكسر مننا. طيب هنبدا اول حاجه بقى في التتبيله، خليني كده ايه اخد الطبق ده، هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم نحطه هنا. طبعا خلي دول هنا اللي هنجمل بيهم، وهاخد كده التتبيلة بسيطة جدا ولطيفة جدا. عندي معلقتين صلصة، نقدر بقى نعمل ده واحنا في الخلاط. في ناس بتحب طعم الشيش طاووق شوية لونه على أصفر مصفر شوية، طبعا دي الزبادي والتوابل بقى، التوابل كلها اللي احنا اتكلمنا عنها، كل التوابل هي اللي بتدي التيست الحلو، الحبهان بقى والكزبره والكركم والشطه دي بتدي تيست كده بسيط لكن ما بيبقاش محسوس قوي الحقيقه، والثوم الباودر، وطبعا مش هننسى اللي عايز يضيف الخل او يحط شويه من عصير الليمون مفيش مشكله بيدي مزازه حلوه، والبابريكا، كل التوابل الحلوه دي هنا، وهجيب طبعا الملح والفلفل لانه برضو الملح والفلفل من الحاجات المهمه جدا، وشويه من الزيت
شوية صغيرين كده، معلقتين ثلاثة، وهناخد معاهم الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. حبة كده حلوين، وشوية فلفل، وهنبدأ بقى نقلب الخليط الجميل ده. بس بعد ما أضيف معلقتين الخل برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حابين تضيفوا شوية من عصير الليمون، حاجة بسيطة، معلقة، مفيش مشكلة. طيب هناخد كده بقى نقلب الخليط الحلو ده كده، ونبدأ ننزل فيه بقى الفراخ بتاعتنا. خلينا كده، وهبدأ ننزل فيه بقى الخليط بتاعنا. بس ازود شوية كده من الزيت، وشوية خل صغير، ونبدأ بقى ناخد الفراخ بتاعتنا او قطع الشيش طاووق الحلوة دي، وننقعها في الخليط ده. طبعا تقدروا بقى تجهزوا ده، هو يعني ممكن ياخد الخليط ده لانها لحم كده طري وما بياخدش وقت، ساعتين كفاية لو احنا مستعجلين، او من بالليل لتاني يوم لو هنعمل كمية كبيرة وعاوزين ان الفراخ دي تاخد وقتها في التتبيلة. فهنعمل كده، وهنقلب بقى الخليط ده كله. بصوا، في ناس بتفضل الشيش بالصدور، مفيش مشكلة، اللي يعجبكم. بس هو عادة بيبقى الجزء اللي بيبقى أطرى، لأنه بياخد فترة على في التسوية أو على الفحم أو على الجريل، ممكن على البوتاجاز، ممكن في الفرن على فكرة بيبقى جميل برضو. بس في الآخر بنسيبه ياخد التحميصة أو الشكل اللي من فوق تحت شواية الفرن، عشان يبقى واخد اللون الحلو بتاعه. هنبدأ بقى بعد ما عملنا كده، هنبدأ بقى نجهز هاخد كده طبق. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نعمل هنا كده، بصوا نشكل بقى. أنا هنا بس عايزة أسخن الجريل شوية على الآخر، تبقى الدنيا كده جميلة ويسخن قوي. كده هاخد من الفلفل، وباخد من البصل. الخضار ده لما بيشوي بيبقى طعمه حلو قوي على فكرة، ويبقى جميل. الخضار المشوي من الحاجات الرائعة. خليني اخد من الاول من الدجاج. تقدروا تعملوا ده وتجهزوه في الاستاكس على فكرة، يبقى منقوع منها فيها، مفيش اي مشكلة خالص. كده خليني اخد من هنا كده، اقفل شوية ابقى يعني ماسكاها بس متبتة عليها كده سنة وسنة، وبعدين ممكن اخد واحدة كمان اخضر كده، نستقبل اللي جاية. واحدة وشها لفوق تستقبل قطعة اللحمة اللي جاية، وتحطوا ثلاثة اربعة على حسب، يعني ده ممكن ياخد ثلاثة قطعة، لو القطعة صغيرة ممكن تاخد اكتر هنا كده. وبعدين هبدأ اخد ممكن بصلاية هنا، لا ونعمل واحدة كمان، ونقفل بأي قطعة من فوق، سواء خضار أو بصل. أنا أفضل أقفل الحقيقة بالبصل. كده حط واحدة كمان عشان دي رقيقة. البصل المشوي يبقى جميل للناس اللي مش متعودة الحقيقة تاكل بصل في العادي، جربوه بقى مع الخضروات المشوية. اهو نعمل كده، وناخد واحد تاني. طبعا هو النقع بيبقى للاستكس على الاقل ساعة. خلينا ناخد الاول كده بصلاية مع فلفلاية برضو. الزيت بيخلي الحاجات تقع، الخضار كده. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. نص القطعة بعملها كده بالطول، بدككها شوية جوه الستيك عشان تبقى ماسكة حلو. وبعدين هبدأ هاخد كده، وسيب دي بس مفرودة شوية عشان تاخد وقتها في السوا، أو تبقى مستوية مفرودة حلو فتستوي صح. خليني كم واحدة جنبي هنا، وناخد واحدة كمان من
الأحمر وندي كده فلفلة. الريحة بتاعة التتبيلة دي حلوة قوي، والطعم كمان هيعجب حضراتكم قوي، وهتحسوا ان هو قريب من بره. واحلى حاجة كمان لو كلتوه على الفحم، عايز اقول لكم بيفرق كتير في الطعم. الناس اللي يعني بتحب الشوي على الفحم دي أمزجة فعلا، بيبقى الموضوع جميل. والخلطة دي تنفع للفراخ، تنفع للفراخ لو عايزين نعمل فراخ مسحب يعني، هتنفع برضو للفراخ وهتبقى طعمها حلو جدا كمان. فايه بصوا بعمل بس كده، بدخل جزء من اللحم ادككه حلو. خليني اخدها بالطول عشان هي متقطعه بالطول، بصوا كده اهو. وبعدين اقفل عليها من هنا، وبحب اقفل برضو تاني بالبصل. بسم الله كده، وايه ونبدا نظبطها. واهي هنبدا بقى نكمل كام واحده كده حلوين من الشيش ده، ونبدا هنا. خليني بس ايه اعمل اخر واحده، وبعدين افتح مع حضراتكم الجرال ونبدا نحط فيه الايه الكام ستاك اللي احنا عملناهم دول، عشان ايه يتشووا معانا ونشوفهم هنعمل فيهم ايه. وطبعا لو عندنا الجرال في البيت مفيش مشكله، المهم ننظفه كويس بعد موضوع وهو سخن. وهو سخن اسلم طريقه ان احنا ننظفه على طول، ما تنتظروش عليه لما يبرد، علشان بيبقى متراكم عليه المكان الشوي بيسيب اثر، بيضايق قوي في التنظيف بعدها. طيب خلينا كده. وبعدين في ناس ما بتحبش تعمله في الستكس، ممكن ترصه في الصينيه وتعمله في الفرن مثلا. بس عايزه اقول لكم حاجه، في ناس تحب تاكله كده من الستاك، يعني تقطمه كده قطم بالخضار بتاكله وهي قاعده تتسلى تنقنق فيه كده، بيبقى لطيف جدا. ممكن بقى نعمله قريب ان شاء الله بطريقه جديده، نعمله في الطاجن بقى. دي طرق كمان جديده جميله جدا، في بعض المطاعم كتير بتجهز الـ يعني الاصناف دي بس بشكل مختلف في التقديم. فاحنا ممكن قوي نعمل ده فعلا بكل سهوله. خليني بس اخد كده فلفلايه حمراء واقفل بالبصل اهي. بصوا بقى وتعالوا بقى ايه، قبل ما اعمل كده هستسمحكم بس ايه الاول هننزل بس اتنين على الشوايه ون ايه بصوا الجمال اهو خلاص. تعالوا بقى هغير بس الجلافز ونبدا ايه ناخد ونجهز هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سخناها قوي، خليها هنا، سخناها جدا. وهبدا كده اخد فرشه بس بزيت بسيطه قوي، نقطه زيت بسيطه جدا جدا، عشان بسم الله الرحمن الرحيم لما ينزل ما يلزقش بس. وهعمل كده بالفرشه في السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هنا، وتعالوا نسمي ونحط كده. بسم الله، بصوا الصوت ده لازم يتسمع. بسم الله اهو، بسم الله تمام كده اهو. وهسيبها مش هحركها خالص الا لما ابدا اعوز اقلبها، وتكون هي من نفسها سهله وسلسه ان انا اقلبها. ما تحاولوش انكم تشدوها لو لقيتوها ماسكه، اي حاجه بنعملها يبقى هي لسه ما عملتش الغلاف كويس عشان نقدر نقلبها بسهوله وما يقطعش الشكل بتاعها. دلوقتي بقى انا هستسمح حضراتكم في فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل نكمل وصفتنا ونقدمه ونشوف هنعمل ايه جنب الشيش طاووق. مستنيه حضراتكم.